خسرنا اللقاء اللي ما كانش خصنا نخسروه. هذا هو اللي كاين، يعني كنا منعرج، كنا تنستعدينا بما فيه الكفايه، كان عندنا تخوف هو اللي وقعنا فيه. يعني احنا باش نذكركم بان منذ 5 مارس جرينا الدوره 20، يعني فوالا فيت لو كونت، شوفوا شحال هذه ما لعبناش، غاب يعني غاب ايقاع ديال التنافس، كنا خفنا منه، ظهر في الماتش ديال بركان في اخر الدقائق خانتنا التنافسيه، لاننا كنا توقفنا 5 اسابيع، دابا توقفنا 2 اسابيع لاسباب يعني كلشي الجميع يعلموها. اظن بانه بدايه المقابله سيناريو كارثي، هدفين في يعني في 8 دقائق، هذا دليل قاطع بان ما كانش دخول، ما كانش تركيز بما فيه الكفايه، يعني اخطاء بدائيه فرديه اللي ما كناش منتظرينها. انا ما تلومش اللاعبين، لا اظن بانه انا اتحمل المسؤوليه كامله. حاولنا نرجعوا في اللقاء، كذلك احنا كنا تنعرفوا فريق طنجة يعني فريق جريح، يعني بعد خسارة في مدينة الرباط أمام الجيش برباعية، كنا تنتظروا ردة فعل، كذلك مع تغيير المدرب السيد بيدرو بن علي كنا تنتظروا باش تكون واحد ردة فعل ديال الكبرياء، يعني يعني عندي كليك بسيكولوجي كما يقال. كنا درنا تغييرات أظن في الوقت المناسب، لكن أظن أنه تراجع يعني محقوم. اتحاد طنجة بغاو يحافظوا على 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 النتيجة، على النتيجة يعني تكتلوا بكتلة، لعبوا في فترات كثيرة من اللاعب كانوا تيدافعوا بخمسة ديال المدافعين، يعني مسألة زعما عادية، احنا ما تلومهمش على هذا. احنا دخلنا مهاجم ثاني، دخلنا كذلك لاعبين بحس هجومي في 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 الأطراف، وفي 40 أمتار الأخيرة كنا ما تنتاخذوش القرار المناسب. أظن بأنه كان تسرع في انهاء الهجمه، كذلك اللاعب الطويل في المرتدات انهكنا، يعني خصنا نكونوا اللاعبين كنا تن 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 يعني تن جرينا كثير في هذه المباراه، جرينا كثير. اظن بانه هزيمه خصنا نجوزوها يعني اولا ذهنيا، لان مباراه الرجاء يوم الاثنين ستكون اقوى، يعني في مركب الجميع تعرفوا بانه تكون يعني جماهير كثيره. اظن بانه خصنا تكون عندنا واحد ردة فعل، ردة فعل ديال الكبرياء. لا ألوم اللاعبين، أظن بأنه ما كانش الميم إيطا ديسبري، ما لعبوش بنفس الحماس، ما لعبوش بنفس التركيز المعتاد، يعني إيطا ديسبري ديالهم كانت مختلفة اليوم. أنا أعلم الأسباب، لأسباب خارجية ما عندهاش علاقة بالكرة. أظن بأنه أنا الأوان أعتذر للأنصار، خيبناهم في هذه الليلة الرمضانية داخل الملعب الشرفي، تنظلم جميع مكونات النادي والمدينة يلتفوا حول الفريق. لا شيء حسيم، سعود مقابلات متبقية 27 نقطة على شيء حسين. كان الجمهور معولا على 3 نقاط باعتبار المشاكل التي عانت منها مؤخرا طنجة، لكن الجميع لاحظ في الشوط الثاني أن إدخالكم لثلاثة لاعبين دفعة واحدة كانوا هائمين تالفين في الملعب، كما لاحظ الجميع أن الخطة التي لعبت بها المولودية كانت خطة عشوائية من بداية المقابلة إلى نهايتها. خطتكم وضعت المولودية في مأزق كبير، فهل ستطير بالمولودية إلى القسم الثاني؟ واش هذا رأيك ولا سؤال؟ هذا سؤال. سكون بالي بحال إنشاء. عندكم قيمة على هذا الماتش، الأسئلة عمرك طرحتيها، منين كنا منين انتصرنا 3 انتصارات؟ تلعبوا بنفس الأسلوب بنفس الحماس، حنا تلعبوا كرة حديثة جدا، تنبنيو أبارتير دو غارديان دو بوت، خطة لم تكن عشوائية، توظيف اللاعبين كان بطريقة دقيقة. ما عرفتش أنا واش تفرجتي بهذه المقابلة أو لا. وجد الحكم ديالك ولا ديال الانصار، هذا من جهه، هذا ماشي سؤال، هذا حكم قيمه وفيه كثير من الذاتيه. ما غادي نجاوب انا على على ما ما يعني ما ما تضمنه هذا الحكم قيمه اللي ما عنده حتى شي اساس من الصحه. المقابله جريناها بنفس اكيد الغياب ديال انور هو الوحيد اللي كاين، يعني الغياب ديال الولادي كذلك المصاب اللي استرجعناه ما بغيناش نغامروا به، هذا من جهه. دخول اللاعبين النغمي ولا كوناتي هادو دازوا في المولوديه الوجديه، ولاعبين بقيمه فنيه كون، ما كناش تندرجوهم لما ما كانش عندهم الجاهزيه، وتنعرفوا بان الانتدابات في الميركاتو الشتوي تتكون من الصعب باش ادماجهم في المنافسه، خاصه بان ديمبا ما كانش يلعب مع المغرب الفاسي، كذلك النغمي ما كانش يلعب، والميركاتو الشتوي تتكون العرض يعني اقل من الطلب، يعني فتكونوا اللاعبين قلال في السوق. وهذا هو الاشكال اللي كاين، ظلم انه اللاعب الاخر هارون كذلك لاعب كان تيلعب في لاجيسكا، لعب مركز 6 ديال الاهداف في لاكاف، لا اظن انه يعني كان حكم قيمه في نظري، يعني فيه شويه ديال كان صعب قصح شويه يعني بالنسبه للاعبين. اظن انه الا كنت متبع المسار ديالنا هذه الهزيمه اكيد انه لم تكن متوقعه كما ذكرتي، والانصار
وذكرتي مشاكل خارجيه سي امبورطون المشاكل التي يعيش فيها النادي، مي الحديث ديالك وتقييمك للتكتيك والكوتشينغ وكيف دبرنا المقابله اظن بانه مجانب للصواب.